له عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونلجأ إليه ونستغيث به ونسأله المزيد من فضله ونتضرع إليه تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا ويفقهنا في ديننا إنه هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله المنعم المتفضل الكريم الحليم، وأشهد أن محمدًا رسول الله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى الآل والأصحاب الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخوتي وأخواتي في الله، خطبتنا اليوم تتمركز على الموضوع التالي: وضع منزلنا في النظام، الحل الوحيد لتنمية الأمة الإسلامية في نيجيريا. بارك الله لكم وبارك عليكم وشرح صدوركم ونور وجوهكم وفتح عليكم أبواب الخير وأبعد عنكم كل سوء ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إنه لا يخفى على أحد أن الأمة الإسلامية في خطر جسيم وبلاء عظيم، جهل وفقر ومرض واختلاف يمكن تجنبه، وتمزق بين صفوف المسلمين في أمور تافهة. لا شك هذه السلبيات تعرقل التنمية البشرية والاقتصادية والعلمية والأمنية والاجتماعية، فلا بد من وضع بيتنا في التنظيم الملائم الذي يؤهلنا على مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين. أيها الأحباب الكرام، إن سنة الله تبارك وتعالى في عباده المسجلة في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، يجدر بنا في هذا الصدد أن نذكر بعض الأمور على رؤوس الأقلام التي تتحتم علينا فعلها حتى نستطيع أن نواجه هذه التحديات. أولاً، النقد الذاتي ومحاسبة النفس. لو كنا ننتقد أنفسنا، لو كنا ننتقد أنفسنا ونحاسب أنفسنا كما نحاسب الآخرين على كل صغير وكبير، لوضعنا الخطوة إلى الأمام في وضع
بيتنا أو منزلنا في التنظيم الملائم. لكننا دائما ننتقد هو كذا هو كذا، لكن أنت أشر إلى نفسك أنا كذلك كذا، هذا مهم جدا. ثانيا كثرة الكلام، كثرة الكلام، نعم لا بد من الكلام، كثرة الكلام من كثرة الخلام الخالي في واقع الحياة، لا نطبق ما نقول. طبعا لا بد أن نتكلم، لكن الكلام لا بد أن يكون على ميزان التطبيق في واقع الحياة، هذا لازم. لقد ضم الله تبارك وتعالى الثرثارين الذين يتكلمون من غير التطبيق. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ابدأ بنفس، ولله در القائل، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت فانهها عن غيرها فإذا انتهت فأنت حكيم. فهناك يؤخذ إن وعظت ويقتدى بالرأي منك وينفع التعليم. رحم الله مالك بن دينار كان يقول رحم الله عبدا قال لنفسه ألست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا، ثم ضمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله فكان لها قائدة. ثالثا أداء التربية الصالحة في البيت للأهل والولد، هذا مهم جدا. رابعا إيجاد التربية الهادفة المتضمنة للتعليم وتعليم الحرف والصناعات والتجارة، لازم علمنا لازم أن يتضمن هذه. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم القدوة العظمى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم. أنت عالم، أنت طالب، أنت فلان، قم واعمل، هذا مهم جدا. خامسا إيجاد القيادة المثالية التي تراعي مصالح الناس، لازم أيها الإخوة. وسادسا أو سابعا أيها الإخوة إيجاد التعليم الهادف الذي يغرس في قلوب الشباب قيمة الأمن وقيمة العمل وعزة النفس وغير ذلك. علاوة على ذلك غرس عقيدة المحبة، غرس المحبة بين المسلمين، هذا مهم جدا. ربنا يحبنا وهو الغفور الودود، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، حتى يحب بعضنا بعضا. أقول ما قلت وأنتم تسمعون، استغفروا ربكم وتوبوا إليه وأدعوه يستجب لكم. الحمد لله ذي العلا الرحمن على العرش استوى، له الأسماء الحسنى والصفات العلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وارحم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى قال قولا عظيما تنويها بشرف مقام رسول الله، فقال جل من قائل عليما:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة فصلوا وسلموا على محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا منتهى آمالنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم كما حسنت خلقنا فاحسن خلقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم اكشف عنا وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها من البلايا ما لا يكشف غيرك. اللهم ارفع عنا وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها الجهد والعري والوباء والبلاء والزلازل والمحن والفتن يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، صل وسلم وارحم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، ارحمكم الله.